بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 63. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. يواصل الشيخ رحمه الله بيان أن السلف كانوا يعلمون معاني القرآن الكريم بما في ذلك، بل وأولى نصوص الصفات الإلهية، فيقول: الوجه الثالث أنه قد قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه. الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه، فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. قال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضاً لكانوا مشاركين لهؤلاء القوم الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به. الوجه الخامس أنه ذم من لم يكن حظه من السماع أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وأمثال ذلك. وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، وقالوا: ماذا قال آنفا، أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله تعالى. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، وهذا كلام من لم يفقه قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى عليه. الوجه السادس أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن، كما قال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقف عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. فإن قال قائل: قد اختلفوا في التفسير اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال: الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، تسمية القرآن العزيز بأسمائه. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه.
وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل واحد منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه وأعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع للظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد هو القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بالخيرات بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كل منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل: الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقتها، والسابق المصلي لها في أول وقتها حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر: الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق الأكبر حين جاء بماله كله ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا، وقال آخر: الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله تعالى، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية الكريمة. الوجه الثالث أن يذكر أحدهم لنزول الآية سببا ويذكر الآخر سببا آخر لا ينافي الأول، ومن الممكن نزولها من أجل السببين جميعا أو نزولها مرتين، مرة لهذا ومرة لهذا. وأما ما صح عن السلف أنهم اختلفوا فيه اختلاف تناقض فهذا قليل بالنسبة إلى ما لم يختلفوا فيه، كما أن تنازعهم في بعض مسائل السنة كبعض مسائل الصلاة والزكاة والصيام والحج والفرائض والطلاق ونحو ذلك لا يمنع أن يكون أصل هذه السنن مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجملها منقولة بالتواتر. قد تبين أن الله تعالى أنزل الكتاب والحكمة وأمر أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة. قد قال غير واحد من السلف: إن الحكمة هي السنة. قد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. فما ثبت عنه من السنة فعلينا اتباعه، سواء قيل إنه في القرآن أو لم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن، سواء قيل إنه في القرآن ولم نفهمه نحن، أو قيل ليس في القرآن. كما أن ما اتفق عليه السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان فعلينا أن نتبعهم فيه، سواء قيل إنه منصوص في السنة ولم يبلغنا ذلك، أو قيل إنهم ما استنبطوه واستخرجوه باجتهادهم من الكتاب والسنة. وبهذا القدر في هذه الحلقة نكتفي، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.